السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي. أنا نور، راح أشارككم في أكل وصفاتي. اليوم راح نعمل قشطة نستعملها للحلويات، كتير طيبة وسهلة. أتمنى إنكم تجربوها وتعجبكم. كتبت لكم المقادير، اللي بيحب يجربها صور الشاشة. وإذا كنتوا أول مرة بتتابعوني ومشتركين بالقناة، بتمنى إنكم تشتركوا فيها. هلأ ناخد الحليب، بس يفضل إنه نستعمل الحليب الطازج اللي له مدة صلاحية، مو الحليب اللي بيكون طويل الأمد، حتى يخلط معنا بسهولة. هلأ بحط الوعاء على النار وبتركه لحتى يسخن، يعني قبل ما يغلي بشوي يصل لدرجة الغليان. بس حس إنه أبدأ ها رح يغلي، يعني بقي عنده شوي بيغلي، بحط له الخل. شايفين دغري بيخلط الحليب هيك، انا بدي اياه هلا هيك. بتركه يغلي دقيقتين، بتكون عندي القشطة، بيفصل بتصير القشطة على الوجه والمي الصفرة من تحت. هلا بحطهم بالمصفاية بصفيهم. شايفين كيف المي الصفرة نزلت منه؟ هلا المرحلة الثانية، باخذ كوبين حليب، وسكر، حليب بودرة. طبعا فيك تستغني عن حليب البودرة، بس حليب البودرة حتى يعطينا دسامة وطعم للقشطة، وسميد ونشا. بخلطهم منيح، وبحطهم على النار، وبضل بقلب فيهم ما بتركهم لحتى يغلي. هلا بعد ما غلى صار تقيل، باخد علبة قشطة وبخلطها معه. هي القريشة اللي حضرناها بالبداية من الحليب اللي صفيناه من المصفاية بعد ما بردت، هيك رح يكون شكلها. ونضيف عليها الحليب اللي نحن طبخناه ونقلبهم مع بعض. طريقة كتير سهلة وبسيطة، ورح تعطينا كتير قشطة لذيذة نستعملها لجميع أنواع الحلويات. هي القشطة فينا نحتفظ فيها لمدة أسبوع بالبراد، ما بيصير لها شي. وإذا بدك تحتفظي بالقريشة، فيكي تحتفظي فيها بالفريزر أنت ما بدك طالعيها، وبتضيفي عليها المرحلة الثانية. بتمنى إنكم تجربوا الوصفة وتعجبكم.